خالد عيسى، رئيس جمعية البحوث والدراسات في كيلسوسا. الجمعية تعتني بكل ما هو تراث طبيعي وتراث المادي واللامادي والثقافي. من جملة اللجان الموجودة عندنا في الجمعية هي تراث لجنة التراث الطبيعي، لجنة التراث البحري، ولجنة الرحلات، ولجنة الموسيقى التراثية. اللجان هذوما يعملوا نشاط متاعهم. من جملة النشاط سي رئيس لجنة التراث البحري اللي هو سي محمد مراد كان ناشط كبير في ميدان التراث البحري، يقام بعدة تظاهرات خاصة تظاهرات أوروبية وخاصة حول البحر المتوسط، في مشاركته في تظاهرة سانت روبي اللي هو في الميناء القديم لمدينة سانت روبي لسباق السفن الشراعية القديمة لريغات لفوالاتي. وخذينا الفكرة بأنه علاش ما تكونش في تونس وتكون معناها بعد الموسم السياحي لتواصل السياحة اللي موجودة في تونس. هذا جانب سياحي، أما في جانب اقتصادي وبيئي وتراثي. ننظر بأنه التراث ما يكونش تراث معناها متجمد، فما تراث لازم ناخذ منه العبر وتكون معناها حتى صناعة السفن هذه كيفية هذه الصناعة هذه. احنا نذكر بأنه سفينة من سفن كارتاج كانت اللي هي المهيمنة والمسيطرة على كل البحر المتوسط خاصة في الجانب الحربي. كانت تجارة كارتاج هي زاد مسيطرة حتى في جنوب إسبانيا وحتى جنوب إنجلترا موجودين. علاش لا ما تكونش صناعة السفن متاعنا في فترة معينة كانت تهيمن على المناطق هذه. ونذكر بأنه زاد في التاريخ كانت الفترة العربية الإسلامية كانت سيطرت كليا بريسك 4 قرون بسيطرتها على الصقلية وكل جزر البحر المتوسط خاصة جنوب روما كانت مسيطرة عليها، دونك خاصة في الفترة العباسية والفاطمية. دونك هالموروث الكبير اللي عندنا هذا كيفاش ابرازه بالطريقه هذه نجموا نبرزوا هالتراث نتاعنا وتكون حتى صناعه وافكار جديده كما قال سي محمد بكري بانه فما تقنيات عديده من كل جهه. ثم جهات مثلا في صناعه السفن كقرقله وكجربه وكسوسه والساحل والستير ماهمش كيما الطريق، كل واحد عنده طريقته الخاصه، وهذا الابراز هذا لازم انت تبرزه للجميع. وكيفاش تبرزه لازم تكون هالتظاهرات هذه هي جانب كبير للتعريف بهالتراث البحري المفقود احنا نسميوه، وتكون فيه دراسات علميه بحثيه تنطلق منها افكار وتنطلق منها حتى تقنيات اخرى وكيفيه صناعه هالسفن هذه للسيطره على البحر المتوسط في جانبه التجاري وخاصه في جانبه الاقتصادي. واحنا كجمعيه خاصة المدة الأخيرة هو الاقتصاد الأزرق، كيف يكون عندنا اقتصاد أزرق متميز على بقية المدن والسفن في البحر المتوسط. احنا وقت شاركنا في بعض المدن سانت روبي لاحظوا بأنه الشراع الموجود في مدينة تونس مش كما الشراعات الموجودة في، وجاونا وفود من فرنسا لتقليد الشراع هذايا وخصوصيته، معناها جاو كيفاش يحبوا يشوفوا الصناعات هذايا. شوفوا انا حتى في الموجودين في الفيسبوك موجودين الوفود الفرنسيه الموجوده، خاصه عندنا امكانيات نجموا نثمروها وتكون بادره اقتصاديه وايكولوجيه ايضا، خاطر الاستعمال المواد هذوما خاصة نحن موجودين عندنا لجنة التراث الطبيعي اللي هي تكون صديقة للبيئة والمحافظة على البيئة
وخاصة نشوفوا بأنه تدهور البحر خاصة من ناحية التلوث البلاستيك والانحدار الإيكولوجي الموجود في وسطه، باش نشاهدوا في المستقبل أنواع من الإيكولوجية مفقودة، معناها بس 30% من 2050 سوف تفقد هذا. دونك هذا علاش احنا كأهداف الجمعية تكون متوازية ما بين الاقتصاد التراث والثقافة، هذا هو الـ الهدف بتاعنا لإبراز المفقود للإنسانية.